واش سميك بور حد العساس ديال المرسى هو هذا. اه ديروا العجاز راه مزيانه انت الله الناس مطلوبة والله الا الناس كتخلصوا تما 3 المليون حتى 4 المليون شي وحدين في العجاز غير اوس بلبو جاك سبارو. الفيديو هذا صحاب اللي باغين يجيو تكوين مهني الالماني مشيت خديت الدبلوم في اللغه من بعد قضيت المسائل ديالي يعني. انا كنت كل نهار كنت عليهم كاملين مو باغين بنادم صاحبي محتاجين بزاف. صيفط ليا كونترا صيفط ليا تسجيل في المدرسه عاوتاني سرعه القيس سرعه مقدم سير ديري زين سخن ليا الماطه قعدوا مقدم تيربو. احنا جينا لا تقولوا ما جينا او دردك زيد دردك القعده. السلام عليكم. هذا الفيديو هذا في خاطر دوك الناس اللي باغيين يجيو من المغرب لالمان بالقرايه. كيف ما كتعرفوا هاد السيده هذه سميتها ناديه كنت تلاقيت معها شحال هذه وكنت باغي ندير معها فيديو تعاود لكم القصه ديالها كيفاش جات من المغرب لالمان بالقرايه وما تلاقيناش على حسب الوقت فيه كتكون في واحد المدينه وبعيده عليه بزاف ديما كنت كونيكت معها وما عندهاش الوقت فاش تجي ولكن دابا راه جات وتحكي لنا كيفاش جات من لالمان للمغرب. هيا السلام عليكم خوتي كديري لاباس بخير كلشي مزيان. المهم هاد الفيديو هذا هاد الفيديو هذا صحاب اللي باغين يجيو تكوين مهني لالمانيا. المهم انا غادي نقول لكم كيفاش جيت مع الاخ ياسين وكنتمنى انا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ونبداو دابا انت كيفاش خرجتي من المغرب لالمانيا؟ انا جيت عن طريق تكوين مهني هو الاوسبيلدون كيتسمى هو الاوسبيلدون بالالماني. درت تكوين المهني وكيفاش درتي التكوين المهني كيفاش عاودي نحكي لنا كيفاش الديبار درتي كيفاش تخرجتي شنو درتي قريتي شي لغه قريتي شي حاجه؟ ضروري الا ما كانش عندك اللغه ما يمكنش تجي. اللغه كتعتبر من الاولويات انك باش تجي لهنايا. قريتي اللغه في الاول شحال قريتي ديال اللغه؟ قريت المده ديالها خدات لي وقت 9 شهور وقريت حتى المستوى البي واحد اللي هو البي اينس. بي واحد اللي خديتي؟ اييه. خلصتي لي في الشهر كتخلصي في المدرسه ولا؟ ضروري. شحال تقريبا ديال الفلوس كتخلصي كل شهر؟ تقريبا انا خلصت 1100 درهم كل شهر. الا بغيتي تقرا في ولكن الخلاص كتخلص كتعلم كتاخذ ديبلوم. الا ما كانش الديبلوم ما يمكن والو. ايوا شنو درتي من بعد عاوتاني من خديتي الديبلوم؟ صافي مشيت خديت ديبلوم في اللغه من بعد قديت المسائل ديالي يعني الديبلوم ترجمتهم ستاجات اللي كانوا عندي ترجمتهم. شنو ستاج كانوا عندك انت اللي ترجمتي؟ انا مع قريت السياحه فكانوا عندي دي ستاج في اوتيل في ريستورات وكان عندي شي عندها عندها ليكسبيريونس فهمتي يعني كانت كدوز طاجات شي ديال السياحه ديالها وداك الشيء. دابا شوف اي حاجه كنتي قاريها مدوزه مخدم في شركه كتصوب داك الشيء كامل داك الوراق كامل كتخدم كترجم وكتدفعهم كاملين. وشنو درتي عاوتاني ملي جمعتي هاد الوثائق ديالك كاملين ومع اللغه عاوتاني؟ صافي هادشي كامل ترجمته وقديته ومن بعد درت واحد السي في بروفيسيونيل بالالمانية. بالالمانية ترجمتي داك الشيء كامل بالالمانية؟ اييه. كلشي خاصك ترجمه؟ كلشي بالالماني. بغيت نسولك واحد بنادم مثلا كاين اللي ما عنده لا عنده اللغه مثلا ولا ما عندوش ليكسبيريونس شي حاجه مثلا لا ستاجات ما عنده حتى شي حاجه يقدر حتى هو يكون عنده يكون عنده ديبلوم في داك الدومين اللي باغي يدفع ليه. ولا ما كانش عنده الديبلوم ولا شي لعيبه؟ لا ما كان عنده لا ستاج لا ديبلوم. المهم ضروري خاص يكون عنده الباك وديبلوم في اللغه. ولا ما عنده لا باك لا حتى شي حاجه ما يقدر. شوف كاين اللي ما عندوش الباك ما كيتقبلش ليه وكاين واحد السيطان شحال اللي كانوا قالوها ليا عنده غير الديبلوم ديال اللغه فهمتيني غير الديبلوم ناضي وشنو تيدير؟ فداك السي في كيبقى يتلقى عليهم كيتدفي خرات بحال قلتي كذب عليهم واحد شويه فهمتيني بصح كيخربق داك الشيء ما بغيتش نقول هذه الكلمه كيسرع ديك الوثائق ديالو وكيدفع مثلا دوك الناس اللي في الالمان ما كيدفعش للمدن مثلا هامبورغ ولا باين المدن اللي معروفين كيدفع داك الريف العروبيه دوك المناطق اللي بعاد ما كيحتاجوش بدا يقلبوا واش قريتي شنو عندك الا عندك غير اللغه كبير. شوف عندك اللغه وحق ما عندك لا ديبلوم حتى شي حاجه انت طالق عليه من خصك عندك اللغه ضروري اللغه ما كانش لغه ما كاين والو تكون عندك اللغه كتوصل طيحه فهمتي كتلقى عليهم كيصيفطوا لك عقد كتمشي تخدم معهم في العروبيه الله يجعل انت مشيت تحفر انت الفريز ولا الزريعه ولا اي حاجه ديرها تما وتقابل لهم حتى الحلال انت كاع شخاتر والله هاني اي حاجه ديرها معاهم انا اي حاجه كنديرها هنايا. ايوا شنو درتي ملي جمعتي الدوسي ديالك كامل بروفيسيونيل الدوسي ديالك كامل؟ صافي جمعته وانا ندير واحد لابليكاسيون في التليفون سميتها اتسو بيفيلت. انا نخليها لكم هنا باش تعرفوها. سميتها اتسو بيفيلت هذيك انستاليتها. تشارج من التليفون؟ تشارج من التليفون هذيك انستاليتها صافي ودرت سي في بي دي اف وداك الديبلوم داك الشيء كامل اللي ترجمت وقاديتها ودرت الدوسي ديالك. بعد هاد لابليكاسيون هادي ملي كتدخل شنو فيها؟ كيعطيك مثلا فين ناوي تدفع واش من دومين باغي تجيبي
فهمتي البلان كتدخل هاد لابليكاسيون هادي وكتشوف انت شمن كيعطوك بزاف د الحوايج كتدخل حتى كتقلب شمن انت دومين باغي تصيفط ليهم. مثلا انا باغي ندفع مثلا هامبورغ غادي نكتب هامبورغ، باغي ندفع مثلا انا يا كوخلي هو طباخ ولا دار العجازه، دار العجازه في الفليكر كتكتبها وكيطلع لك بزاف د الشركات. انا كنت كون نهار كنت في عليهم كاملين انا طف 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 اش خاسر انت وتبقى تصيف 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 تيجو المدينه كامله ضروري ما غتكون لايدر 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 اللي هي للاسف 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 ولكن هادشي هذا ما يكرهكش ولا ما يجيكش يعني احباط انك تكمل على الاستسلام وتبقى تصيف بحال شي سيفه كتدفع في شي خدمه في المغرب ما كيقبلوش لك كيبيعوا مولين الزريعه وتبقى تصيف تصيف غادي يجاوبوك في الاخر ضروري ما غايجاوبوك وديما حاول دفع دوك البلايص اللي بعاد واحد شويه الريف الريف واعر اللي عند المويره المدن حاولوا تفاداوهم من الاحسن دفعوا المدن الصغار دوك المدن واعرين بعد منهم بغيت يجيبوا اول حاجه كتلقى مشكل في الكرا كتلقى الكرا غالي اوكي دابا سو دخلتي لابليكاسيون بقيتي كتصيفطي جاوبك شي حد جاوبك شي وحدين ولا ما جاوبوش جاوبوني جوج جوج اللي جاوبوك الاول ما كملت معاه والثاني هو اللي جيت انا به دابا وكيفاش ملي جاوبوك شنو داروا معاك الاول الايميل كيجاوبك من غير الايميل كاين اللي كيجاوب بالايميل كاين اللي كيعيط لك نيشان انا بجوجهم جاوبوني غير جاوبوني في الاول الايميل من بعد الاول عيط لي درت معاه واحد انترفيو كيهضر معاك اسئله كيهضر معاك كيشوف النيفو ديالك في اللغه الى عندك اللغه كلشي ديالك صافي ما كاملش واحد 10 دقائق 15 دقيقه كاع ماكسيموم صافي قال لي واخا انا صيفطكم صافي هادشي اللي كاين تكون كتبارلي مزيان صافي يصيفط لك مو باغين بنادم صاحبي محتاجين بزاف فهمتيني صيفط لك عقد هو صيفط لي عقد ما كملتش ما تفاهمت انا وياه على قبل داز السالير ما تفاهمتش معاه من بعد واحد 3 شهور جاني عقد ثاني هو اللي جيت به انا دابا صافي حتى هو هذاك ما دار معايا لا انترفيو لا والو الاولاني دقه كيسول فوق والثاني ما سولش لا الثاني ما سولنيش غير صيفط لي دابا قرا دابا الدوس شاف السي في ديالك ناضي صافي تقن غد لي صيفط لي الا كان عندك السي في ناضي في البلاصه هما هما كيبغوا الوراق كيامنوا بالوراق عندك شي حاجه ناضي داكشي كيقراه يقول لك اجي عيط لي خونا هذا عندك داكشي محاشر يقول لك بقى مع المقدم تما غادا حدا لي السونطرو ديالو مصيبه كحلال هي صافي عيط صيفطك صيفط لي كونطرا صيفط لي تسجيل في المدرسه ايوا صافي انا يا من بعد ما جبت لك الوراق دار لي وكاله حتى شكان عرفتي دير من في القنصليه خاطر تسنى عامين تنيري عامين باش تسنى رونديفو لهاد على هاد القضيه دارت الالمان تسريع الفيزا انا كتقدر تجي جو سيمانات لثلاثه ولا كتخلص واحد 410 اورو اللي هي دغيا خرجتك الفيزا انت لا دغيا ثلاثه سيمانات خرجت لي الفيزا ولكن درت التسريع خلصت واجبت البينغ يا صاحبي واش بغيتي تشي فابور تحرك شويه صاحبي سلف طن طن صافي وجيت دغيا ما بقاش نتسنى شحال قد انا اللي جيت نتسنى ولا جيت نتسنى عامين غتمشي لي الكونترا راه كان عندي بزاف عرفت عرفت اختاروا لحسك الدنيا في الوقت عيوا قال لك داكشي عاوتي عاد القايد عاوتاني عاود قال لي زي لك عاوتاني سير عاد القايد سير عاد المقدم سير قال لي زي من هنا واحد يشك واحد يقول لك فين غاده واش من بلاصه غاده ولا اش باقي في تما غادي تخدمي غترجعي ولا ما ترجعيش وصيفط لي معاك واحد باكيت شوكلاط وعاد الصابونه واحد الريحه يعاون لي صيفط لي الخرقوم من تما ترقد صافي ومشيتي صافي قطعتي العيبات ما عطلتش ديك الساعه طق طق دن دن صافي ملي وصلتي تما ملي وصلتي الدنيا كي دايره تما كي جاتك بعدا ملي وصلتي ملي وصلت وصلت المطار ديال فرانكفورت المهم ديك الخمسه دختي خرجت بقيت كنشوف هكا جاني كلشي مبدل ما بغاتش تمشي مول الزريعه كيدور تما ولا ماشي مول الكبال لا ما تقولش مقدم ولا شي مول الزريعه ما كيدور تقول قرب كيفاش كيدور والله عاد كتدخل ترى كتدوخ ترى الدنيا قلت قداش اصاحبي والباشا عرفتي كي داير الدنيا عندهم فرق سبحان الله صافي بقيت شحال انا هذا حق هذاك المطار ديال فرانكفورت نص ساعه وانا دايخه فيه ما عرفتش منين نخرج واحد نمشي نحط ترانه دخلت في ترانه كثير بزاف بقيت كنركب في ترانه كنركب كنركب على الله لا سير 12 بالترمينال وتر... انا كان عندي الترمينال جوج وتحت الارض الفوق وباط السقف طلع السد نص ساعه وانا ندخل من هنا نخرج من هنا ندخل من هنا عاد سوت واحد بوليسي عاد وراني منين نخرج ما الا ضغط في الاول كيباندري ما الا ضغط صافي دخلت المهم الدنيا واعره ملي وصلتي دابا تما مشيتي عند منيت فين خدام لا لا مشيت عند اختي بركت عندها مده ديال 6 شهور حيتاش كانت كورونا ما خدمتش حتى شهر 6 عاد خدمت جيتي وقت الكورونا انت لقيتي جيت جيت في وقت ديال الكورونا
بقيت عند اختي واحد المده ديال 6 شهور، من بعد عاد بديت الخدمة. صافي كي جاك داك التعامل تما والخدمه وشي عندهم في تامر العذاب؟ الخدمه عادي يعني، كل نهار كتعلم كلمه جديده، كل نهار كتكتشف حاجه جديده. واخا تكون كتكون قاري اللغه ملي كتجي عندهم كلمات جداد شي لعيبات جداد، هذاك البي ايس ما كافيكش باش انك تعيش به هنايا مزيان ولا تخدم به مزيان، خاص تا مع الناس تعلم، مع الناس بقى ترون فيها تعلم. انا ما عندي لا بي واحد لا بي جوج لا بي زيرو، ما عندي والو، انا طالق عليهم بالسطح. انا كنهضر معاهم بالدارجه انايا، الله يكتب الدارجه خالق السعاده. مزيان. واش تقولي للناس اللي باغيين يجيو مثلا، الناس اللي باغيين يجيو مثلا هنايا، واش داكشي كيدير المعيشه صعيبه، الخدمه صعيبه هنا اللي بغي؟ كنصح الناس انهم يقراو اللغه ويجيو، والله الا كنحفزكم وكنشجعكم انكم تجي، لان كاين واحد الفرق كبير ما بين العيشه هنا والعيشه في المغرب، وبنادم اللي يقدر انه يجمع صريفه. يجي يقلب وجهه واحد شويه يجي عرف شنو البلان، ماشي يبقى داكشي العقليه ديال هي. لا لا كتبدل كلشي العقليه. هذاك الشيء ديال الهاو هاو ديال الدرب، هاو هاو واش العشير وفين؟ لا 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 كلشي مبدل. كل مدي في راسو انايا، ما تسوق لك. زوينه بزاف، الله يسهل على كل واحد، يلا عندو شي باليزه يجمع. ما نسولك على السؤال دابا، علاش الروينه كامله علاش ما درتش في المغرب بقيتي تما حدا قدم تما خدمي تما او سبيل دونك تما ودير التكوين ودير الحجامه انت؟ علاش بغيتي اخويا؟ لا لا بروبليم في البلاد، راه دير هاد اللعيبات هاد فهمتي، ولكن ما كتخلصش مزيان ما تربيش الريس، كتبقى هذا هو المشكل. انت راه ما كنهمش تبقى تما كاع تخدم ودي شي لعيبات ما كديرش، ملي كتجي هنا وكتلقى هذاك الشيء مسهلين وصافي، بغيت تقرا تما تقدر تخدم ولكن ما تقدرش توفر دير واحد المستقبل زوين. الدار صاحبي بغيتي دير صافي بالحال، تشري دار في الاخر بالكريدي وغتموت وغتخليها، ترى مشكل. انا صاحبي معاونين في الدار، معاونين في داك الشيء كامل صاحبي، واخا قضيه صعيبه المعيشه صعيبه شويه، ولكن خصك تكون ديك الذكي وشكل والله تتك حاله، والدوله كتعاونك فهمتيني، الدوله كتعاون صراحه تعاونك ديال بصح اي حاجه تما كاع ما يقولوا لك. هذا المشكل عندنا حنا، حنا ماشي ما كنحملوش تما ولا شي حاجه، انا شويه داكشي من السيستم شويه ما قادش ما عرفتش علاش. والغربه مدى الحياه والنعس والحب، ومن هنا خاصنا شي زغمه ديال تاي هنايا والبصر غادي يجي علينا هنا. واحد البركه والله تما دابا في الهافر في الفور، واحد الباطو ديال بيرا ديال جاك سبارو، وهنايا البحر اللي شفتونا البحر. نديرو شي تحدي نتلاحنو من هنا بالحوايج. المهم فهمتوا البلان كيفاش زادت السيده هذه؟ تجيو هنايا كتقراو 3 سنين، وتهي عندها واحد، تهي عندها واحد لاشين، تهي كدير في الفيديوهات كتبين في الفيديوهات كيفاش كتقرا التكوين ديالها مع الناس مع صحاباتها، وديك السيده عندها لاشين ديالها نخليها لكم تشوفوها، وتقعد تخدم لي المقار، جبد لي السناطر وحرك لي البنادر، وجبد لي الكابون ورشوا لي على المقدمين فوق السطح. اللي عنده شي خمسه ديال الكامون والشمرته اللي شدها من ويدي له. مع السلامه. سلام. سخن لي الماطر قعدوا خدم تيربو. واش ما يكبر واحد العساس ديال المرسى هو هذا؟ شوفوا كي داير ضربوا واحد الناضي، وفي شوف تاعو ضربوا على المسطاج، المسطاج عنده يدير شي تشاوش. هيد العيادي. مرحبا بك يا سيدي اخوت، باش تعرفوا صاحبي عندهم الشرش بزاف، انا بلاد مشارف كلشي شارف، انا مش شارف سبحان الله، الناس هادو ما كيموتوش. علاش ما غير نسحب الارتيك فيكا باش يكملوا؟ هادو بدا تسحب العجاز الناس اللي ديروا العجاز راه مزيانه، انت الله الناس والله الا الناس كتخلصوا تما 3 المليون حتى 4 المليون شي وحدين في العجازه، غير اوس بيلدو كتبقى عادي، راه تخلصتك يطلع لك مصطلح، دق ليهم البراوات بدي الحوايج ودفع به الكروسه وتكحل الفلوس، عشان تخدم مع واحد 5 سنين وخرج من عندهم تكحلها فهمتيني. دابا بروبليم عندهم الناس، انا شرف بزاف الدراري الصغار داكشي كلشي مدبر على راسو هنايا، وهاد الناس هادو ما كيموتوش، كتلقى عندهم 100 عام مازال باقي حي غادي دافع كروسه هز معقله ديال الاكسجين، عندهم 7 الرواح بحال المشاهد ديال المغرب 7 الرواح هذاك التحليل كيموتوش فهمتي، علاش عندهم شرف بزاف؟ حنا مساكن هاد نتقادو 20 عام 30 عام عندهم الحرب على هادو كشتيهم فينا. ماشي جاي، راه شفتك الفيديو حتى لك من قبل بداك الفيستيفال اللي كانوا مقصرين، شرف انا بوحدي اللي كنتكي على حبو تما انا. كلب عوام صافي. برافو 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 عليك، شفنا غيطلع خطير كيقفقف بالكز جاي البرد. سعد مولاه سخن لي الماطر قعدو خدم تيربو.